يلا بسم الله. عندي جوج طرق ديال الفصاله صافي. الطريقه الاولى هو اننا كنتنو اش هو دابا راه العرض هذا ياك، هذا العرض غنتنو العرض على زوج ياك، غنتنو العرض ديالنا على زوج. العرض عند كم متر ونص؟ هو كامل ليه متر ونص ياك، يعني بحال عرضو بحال طولو، بحال عرضو بحال طولو. المهم تخيلوا معايا بان هذا هو العرض ياك، هذا هو العرض. اش كندير؟ غادي نخلي هنا شحال، غنخلي 6 سنتيم ياك ياكو، وغادي نخدم على هذا الشكل هذا بحال هكا. غنخدم 6 ولا 8 على حساب 6 ولا 8. سمعتي شحال درنا حنا في الدرس؟ 8. درنا 8، كنخلو 8 سنتيم. تقدري تخلي حتى 6 ماشي مشكل، عندها الثوب بزاف هي هي صافي. هذه الطريقه هذه غادي تخرجنا، ولكن خاص المراه خاص السيده هنا من هنا لهنا يخرج ليا بعدا على الاقل يخرج ليا بعدا صدرها، حيت اصلا هذا راه ما كيتسدش. يخرج ليا الصدر الحوض راه ماشي مشكل. شحال دار الصدر؟ 34. شحال؟ 32. ها 32 ديالها كاينه مزيان، ها 32 كاينه. صافي غنخرجوا بهذه الطريقه هذه. هذه الطريقه ها الكولشال. الكولشال صافي مزيان كيلصق. لا خليه لا راك اصلا طبش ماشي مشكل. لقينا طبطين راه مزيان، ما لقيناش نديرو ليه بالكحل مزيان. يلا بسم الله غادي نخلي ليه هنا 8. غنجي للبلاصه المسدوده وغنخلي شحال؟ غنخلي 8 محلوله. اللي قلت قولوا هو هذاك 8 صافي. غادي نحاول نخدم على هنا. علاش البنات علاش كنخدم ديما على الحاشيه؟ كتكون قاده الحاشيه، كتكون قاده طول البال، حيت هذاك راه هذاك راه ما مقطعش، ما تيكونش مقطع مزيان. غنخدم على الوجه، ظهرو ما كيبانش لنا فيه الكري. جيبوا لي هذا، جيبوا لي الفنيتات زيد زوينه، زيد عاونينا ضربي تمارة زعما اللي سولك قولي رانا اللي فصلتو. المهم راه تحرك لي ضربي في تمارة يا اصلا الثوب راه مشدود ما يحتاجش كاع الفنيتات. واضح في الدرس درنا النص فصلنا الظهر بوحدو والامام بوحدو. دابا هنا لا، هنا غنفصل الامام والخلف خطره وحده ومزيان باش النيت غادي جوج، باش النيت باش النيت تعرفوا جوج دروس خطره وحده صافي. يلا اش قلنا غنديروا هنايا؟ نخلو 8 سنتيم. ها هي مغضوب عليهم فين صافي تجمعتو وباقي مجموعين صافي تخلطوا شوزينا ها باش هاد المره تفصلي. راه خنشة ايام الدراسه احساس زوين ياك؟ لا لا غير نقول لك طبقي الدرس جري صافي. هذه انتم علاش درتو حطيتو داكشي ديال الدراري الصغار حطيتو الشكاره في الدروجو ما تفكرتو حتى بيتخرجوا ياك؟ لا 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 قلت درس عرفتي علاش كتستافدي الدرس فصليه في الخنشه. ها الخنشه صغيره ما عندكش عندنيش انا لا لا ما عقنعك والو بالعكس مزيان صافي. كنبدا الفصاله في الخنشه واعره 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 احسن من الثوب 100 طرف درجه ساهله دغيا ساهله وزوينه. يلا بسم الله شحال هنهبط هنا؟ هبط ب 20 ما نديروش كاع 20 كامله باش نشيط ليها. شحال طلعنا؟ 15 نديرو 18 صافي نديرو 18. هاي واضح. اش غندير دابا؟ غنجي لهنا وغندير كورساج، غندخل ب 8 وغنهبط بجوج وغادي نقور. شحال عندها في الكتاف؟ هذا باتو الصومون شرد البال، معلومات اخرين غيتزادوكم يعني بلا كمام. شحال عندها في الكتاف؟ 43. غنخدم ليها ب 40، غنخدم ليها ب 40 ماشي 43. الحاجه اللي كانت بلا كمام ما كتكونش هابطه حتى لهنا، كيكون حدا هنا. غندير ليها 20 هي راه عندها بلا نعم لا بلا كمام. هذا باتو بلا كمام مونطو بحال الجيل صافي. تخيلوا انتم باغي داروا ليه الكمام. غادي نهبط بثلاثه وغنطيح الكتف. غير المعلومه اللي زادت لكم دابا شنو هي؟ واننا اي موديل كنبغوه بلا كمام كنهبط في الكتاف. واضح. حطيت ليها 20 هي راه نورمالمون عندها 22 ولا قولي 21 ونص. غادي نهبط بثلاثه غنطيح ندير ارتفاع الامام. عندها شحال؟ 42. شحال؟ 42 ارتفاع الامام بصح. غندير لها 41 نجي لهنا غندير لها 41. البنات راه تلاحظوا ملي كيكون ارتفاع الامام كبير بزاف راه كنحاول انني
هذا الخط هذا اش غنحط عليه؟ دورة الصدر مقسمة على 4 زائد 1 عندها ملي قسمت ليها عطاتها 32 ياك 32 غنخدم ليها انا بالاخر ديال الثوب صافي غنخدم ليها بالاخر ديال الثوب 32 زائد 1 هي 33 غادي نجي لهنا هاد العبار اللي كاين هنا اش غندير ليه غنزول الفوق ها 32 دابا هذا غيولي هو خطي ديال اش ديال التركيز شحال عندها في الكتاف اصليين ماشي هادو اصليين عندها 43 مقسمهم على جوج شحال يعطوني 21 غادي نجي لهنا بغينا نعبر ليها 21 ما نزيد ليها حتى حاجه علاش لا حيت ما عندهاش الكمال ما عندهاش الكمال ها باش كيجي مجموع وغندير المستطيل ديالي داكشي اللي عند الكليانه في الكتف كتهبطي ليها به ونطلع بخمسه ونخرج بخمسه وندير ليها تركيزها صافي داكشي اللي عند الكليانه في الكتف هو اللي كديري ليها فاسمو كدير ليها التركيز خفتي زيدي واحد سنتيم مزيان هنايا غنزل ب 15 وما عندي ما يعني ما عندي علاش ننزل ب 15 حيت اصلا انا ما خدامش ليها بالحوض وغندير ليها الطول ديالها شحال عندها 93 عندي ولا 90 بارك عليها باش نخلو هذا لا سمح التكفيفه سير 92 ها هي مزيان وغنجي لهنا وغنوريكم ديك اللعيبه اللي كنديروا ها ها 92 ولا 93 ها ها شويه شتي ها هي كطلع كنطلع معاها باش ما صغار باش ما صغار اسمو باش ما كي باش ما كت باش ما صغار العرض باش ما كي هذا كتكون طلعه قليله واضح مزيان جيبوا لي المقص جبتش ديالي كنشوف هنا واش عندي هادي قبل ما نقطعوها البنات كنشوف هنا واش عندي هذيك اللعيبه نشوف شنو التركيز مزيان مزيان غادي نجي لهنا جاني بحال تعوج ولا انا اللي تعوجت ولا لا كانت لهاد الجيب هكا كان بيت باش نقطع زعما نقطع انا قطعت الكتف وقطعت هنا راه كاين فرق ما بين تفصلي بجوج وتفصلي كل واحده سمو صافي يلا دابا اش غنديروا ها تركيزها ياك هو هذا تركيزها شحال انا نقطع عليه 6 سنتيم هنا ها هي 6 سنتيم يعني هنا هبطت على التركيز ب 6 سنتيم اش غندير دابا غندير بحال هكا نلقي بحال هكا شنتي هنا بحال ونطلع شتو مزيان هكداك غادي نجي للعنقي وغنعبر شحال فيه فيه 9 زائد واحد الخياطه هي 10 غادي نجي لهنا وغادي نطلع بشحال نحاول نردو باش تفهم غنطلع بشحال نطلع ب 10 سنتيم ها 10 سنتيم هذيك 12 غنخدمها هنا ولا نخدمها هنا لا صافي عطوني شي مسطره عاديه ديك اللي سلختكم بها هادي كندير بحال هكا شوف هاد البنات هنا هذا نيت غير زاويه قائمه مزيان شحال غنطلع 12 ها هي صافي من هنا لهنا شحال غنطلع جوج سنتيم وغنديها عند هادي صافي وهنا اش غندير مزيان وغادي نقطع دابا غادي نقطع كلشي خطره وحده بسم الله يا ملا تنقص نويضي راه انتوما مخلعينها بوحدكم خسر تقطع اش وقع داكشي باش شريتو نخلصو عليها
نقول ليها ربي سمحي لينا وسيريها كي شري شري توب اخر فيه جونجونس وجيبي هذا راه مونطو هنا مونطو بلا كمان اش كتبان في السبوره كتبان البينوار ولا كتبان المونطو مونطو حضري معنا يجا ويجا مزيان هنا البنات غادي نحلو والاغلبيه هذا هكا المونطوات المحلولين ما كيخدموش كاع بالحوض حيت كيكون ديجا محلول كنتي تخدمي بالشقريب ديري الحوض هاك وديري ولكن انتو براي عندها هذه قليل جيبها متر ونص راه متر ونص دابا هذه مازال ضلينا فيها غادي نحيد ندير لهذا بحال هكذا حيدو هذا غبروه لا نسلق في الصلاه فيه شي عجب غادي نجي لهنا وغادي نحفر التركيز ضروري واخا ما دايرهش لكم مزيان هكذا لحسن حظنا ان هاد المدام فين هي زيدي حدايا هاد المدام انها ما بغاتش دير الكمام كو بغات دير الكمام غادي نفصلهم ليها هنايا ها هما واخا يقدروا يخرجوا يقدروا ما يخرجوش ولكن خارجين ها هما ها العرض ها الاول ها التكميلات الكم هنا ونديروا لها الباندا وغادي ديري تبطين قبل الكحل واخا ديريها واخا تبي الكمام ما كاينينش اللي يقدروا دابا غادي نمشيو نديروا التبطين ما بغيتيهم صافي دابا غنمشيو نديروا التبطين صافي بالنسبه للتبطين غادي تخدم على هذا الشكل هذا باش بان لكم ما قادش ياك اش غنديروا ليه تلقم فلتر هاي تلقم فلتر لحت هكداك ولا كاين الخاله خدها اللون طويور ها كاين الخات كنشوفها شي وحده زعما تخدم داك الطانطو ديالها كل وحده هزت 2 كيلو فوق راسها ولا 3 كيلو ولا ما شحال عندكم والو الضحكه سال ياك ولكن راه يقدر يقدر ما يقدناش بهذا الشكل هذا ها اشنو قد لو زهرنا صبر خمسة كاينه في التحت خاص دابا هير هنا مزيان غايقد ها هو قد قد هادي حنا اصلا راه تحيد الحاشيه راه تحيد داكشي علاش خرجتها واضحه البنات صافي قالوا لي الخاي شوفوا ها غنترصي مزيان وغادي نترصي هذا مزيان وغنترصي هذا وهنا اصلا حنا هذا هو العبر اللي بغينا النص ديال 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 هذا عطاني قولي 6.5 7 النص ديال الكتف مزيان هكذاك صافي وغادي نجي لهنايا ما عبرناش الطول يعني انا فالتي لا في هذاك حيد الامام وغادي نجي وغندير هكذا شوف هاد الناس ها ما كاين لا عبر ما كاين غير عندك الحرب العالميه في كرشه صافي البنات مزيان يلا نقطع واخا هذا راه خصو كيكون نقص في الطول على الاخر هاني غنوريكم كيفاش كيكون نقص في الطول الطبطين ديما كيكون نقص الطول بواحد جوج سنتيم على 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 الطول ديال ديال هذا اه باش يتفينا غنوريكم دابا كيفاش عطوني البنات هاد كي الفنيتات فينايا ها هو الفنيتات تكونوا كتارين باش ديه مخيط فهمتي والمهم شوفي الا تصدق فيك الفنيتات تجيبيهم ليها ولكن يكونوا كتار البنات جيبوا الفنيتات ماشي نتوما زعما نتوما كاملين جيبوا الفنيتات ديالكم بحال دابا هكا كنفصلوا شي موديل فنوب ما نحلوه ليها
وتمشي للدار وتبقى مدافع معاه على الاقل بعدا يبقى مخدوم. بالنسبه لهنا شوف ها كنحط هكا باش زوين كتضمني انك غدا في الخط باش الا ثنيتي على جوج كتحطي هكا وكتقطعي. اصلا الثوم غادي راه كيعاون هذا راه ما غليتش بزاف. واش خديتي الميترو 700 شي تليفون كيهرهر صافي وغنقطع صافي يحبسي يلا بغاتو هي من الفوق هي اصلا بغاتو من الفوق البنات راه الحاجه اللي ما كتسدش ردوا البال الحاجه اللي ما كتسدش ردوا البال للعرض راه ما يكونش داكشي مجرتل عليكم. دابا البنيات غندوزو للمونتاج صافي هكذا غادي نشد هذا وغنشد هذا وغادي ندير ليه بحال هكا. اشنو هو هذا؟ طين طين غادي نخيط اول حاجه غنخيط الطبطين هو الاول بسم الله اش خيط خيط ماشي الكتاف ماشي جيت الكتاف خيط هاد اللعيبه ها الكتاف ها هو خيط هاد اللعيبه هادي شفتوها ها هي شفتو خيط هادي درت الوجه مع الوجه غادي يمشي شنو هذا شدي هذا ما تعرفين نديرو فيه شي حزام ولا شي جيب ضروري تجيب غيدار ضروري تجيب غيدار. غادي نجيب المونطو ديالي غادي نحلو بهذا الشكل هذا صافي وغادي نجي نلصق الكتاف مع بعضياتهم شوفوا البنات عندكم تمشيو تلصقوا هذا ولا هذا مع هذا وقولوا عوك هذيك اش دارت في الصلاه لينا ها الكتف شفتو ها الكتف بعض المرات كتكون شي كيفكو منكم مسحوه فيه المعلمه اللي ما عرفين على باباه اي سكت انا خرجوا بيا ذنوبكم خرجوا بيا الذنوب هادو المغضوبي خرجوا بيا الذنوب ديال المغضوبي عليهم اليوم ورا كتاب عندكم انا بعدا ما مشكله عندكم لا ما صافي ماشي مشكل سمح لكم في الاول راه تحسبتوا عليه لا راه هادي اليوم ما حصلش مش عند راجل خلينا بلا ما المعلمه هزات لي رجل وخلات لي رجل يقول لك علاش قولي لي راه ما فصلتش التطبيق هكا قولي ما درتش الدرس داكشي علاش المعلمه عاقبتني صافي البنات شوفوا هنا درت البيتيزيا كنلصق الكتف حتى للقنت حتى لهنايا صافي ها حتى لهنايا مزيان وغادي نجي لهنا وغادي ها غنزيه حتى هو على زوج هاك صافا البنات اشنو درنا لصقنا الكتاف تصنتوا ليا لصقنا الكتاف ديال الامام على الكتاف ديال الظهر وجينا لهاد اللعيبه هادي لصقناها وغادي نلصق بالنسبه لهنا ما كاينينش الكمام كنلصق عادي بغيتي تفينيه بالبيه فينيه بالبيه ياك كديري ليه البيه هو محلول ما بغيتيش دير ليه السورجي وخدميه لداخل مزيان اصلا هذا راه غادي نفصلو عليه دابا وغتلبسو عليه دروك عليه تخرجي كيفاش فهمتوا البنات بالنسبه للحاجه اللي ما فيهاش الكمام ياك عندك جوج طرق ديال المونتاج يا اما كتمونطي بهذه الطريقه اللي وريتك ولا كديري ليه البيي هو محلول عادي كتسديه هو صراحه بان لك الحاجه غليظه بعدي عطيتي ساعه البيي ما ديرش البيي ديريها السورجي ودخلي لداخل وحاولي خدمي بشويه دوري مع التقويره مزيان هذا جاك مثلا واسع ها دخل في الخياطه ما عندكش مناش تخافي اللي خايب هو الا كان كبير هو الا كانش صغير اش لي ساهل هذا ولا الاخر هذا هذا نقول لكم هذا خياطته هذا في صالته واعره ياك خياطته سهله
هذاك الاخر فصالته ساهله وخيط واعره، ولكن هذا زوين، هذا زوين. ما يمكنش يكون عندك انت محل ديال الخياطه وتجي عندك كليانه وديري ليها هذاك الدرس الاول. لا ما يمكنش. هذاك انا هي درتو لكم غير باش تعرفوا الطريقه باش كنخدم كتمهيد وتخدموني دوك. ولكن زوين طونطوات. لا زوين للدار، زوين للدار، خاصه الا كان عندك توب كليل. كان عندك توب كليل هذا لا هذا كيشد كياكل التوب بزاف. احنا دابا كملنا المونطو ديالنا. بعض المرات كيكونوا عندنا التواب، كيكونوا عندنا التواب واحد كلينيكس كان هنا، كيكونوا عندنا التواب اللي عندهم بحال وجههم بحال كفاهم، راه ما تحتاجي لا تبطي لا حتى حاجه. كتشدي كتخيطيه، كتخيطيه هكا وكتلقيه، كتشديه من هنا كدوزي عليه شي سوجي ولا شي تيراج ولا شي حاجه. بقات لي هاد البلاصه هادي محلوله، اشنو غندير ليها؟ غنشدها وغادي نخيطها بحال هكذا. رزي شكرا من الاخر. ها هاد البليصه هادي كتخيط بحال هكذا. لينافريد، لينافريد مثلا اريديا، لينافريد مثلا، مثلا جاتك كبيره اشنو غدير ليها؟ يقولوا يا خيتي الله يقولوا لا غادي تشدينا وغتدخلي فيه وغتقطعي. صافي كاينش البلي نهائيا، البلي ما كاينش هنايا في العنق، هنا العنق ما كاينش البلي. كتشديها ياك وكتحاولي تخيطي خياطه اخرى هنايا ونقصي صافي. جاك مزيان راه مزيان، وزيدوا الربيع يجيك مزيان. علاش؟ حنا اصلا عبرنا زائد واحد الخياطه، علاش ما غايجينيش؟ ها شتي سنيتات ونفيني مزيان. اشنو غندير دابا؟ غادي نحل مونطويا بهذا الشكل هذا وغنجيب هذا صافي. ها شوفوا البنات، هذا كيكون لتحت وهذا كيكون لفوق، وغنجي وغندير الوجه مع الوجه وغادي نلصق كاين ولا ما كايناش، وغادي ندور مع الخياطه كامله. عاونيني عطيها سيري، انا من هنا وانت من هنا. كارنيش يجي زوين، يجي واعر. دكتور لي بغيتي بحال هذا، هذا زوين البنات. كيجي في تهلا وقتي في والديكم، راه البرد هذا. شري جوج متر ديال شحال هذا؟ متر ونص، متر ونص هو قدها هي، متر ونص هي هاد البسو دابا. بليدين جوج متر، جوج متر وصلوا كاع نتوما بهاد الطريقة باش وصلتوا، راه كيجي زوين هاد الطريقة هادي. متر ونص، متر ونص وثنيها على أربعة. في غالب الحساب في الأول ما كاين لا حساب لا والو، كلشي سهل. مازال الأول اللي درت لكم أنا في الدرس راه صعيب، هذاك مونطو طويل، هذاك مونطو طويل خدموه بالحاود وخدموه هذا لا، هذا راه خدمناه بالصدر. هي الحاجه وحده الا كانت الكليانه غليظه بزاف راه ما يدورش. المعلومه اللي بغيت نوريكم ها هي، نحاول انا هذه هي البنات كدار في لي مونطو كاملين، خاصه ملي كيكون الثوب غليظ، الثوب غليظ ويكون طبطين كنخدموا كنفينيو بهذه الطريقه هذه. انا نوريها لكم، غنجي حتى لهنايا. شوف البنات ها غنجي حتى لهنا وغادي نقص، ولا نقصها شويه بيتي نقصي انتي نقصي، خاصها تنقص حتى فديك الجهه، حتى فديك الجهه وكندير ليه بحال هكا. على حسب التكفيفه. ها انت تشوف، شوف ها كنجي لهنا وكندير ليه هكذا، ها كنخيط هذا مع هذا. شوف كنخيط هنا، نقص من هذا صافي وكنجي ليه باش تفين، باش كيتفينا كنفينا. هذا كنجي ليه بحال هكا شتي ها شو كنقص داكشي اللي نقص ليك. زيدي انت شويه مازال نقصي، مازال شويه باش نقصي بزاف خاطر نخسرولي، باش العطفه ما كتجيكش غليظه، فهمتي كيفاش؟ وهذا راه كيتخدم هكذا ملي كيتقلب، شتي كيفاش كيطلع؟ تيعاون كيطلع هذا هكذا، كيجي داير هكذا ها هكذا صافي. وكتخيطي عليه شتي، هادي ما كتجيش كتجي هادي مفينيه مزيان هكذاك. كنجي لهنايا وكنعاود واحد الخياطه ضروري، هادي كتجي فوق من المونطو
هذه هي اللي كتفيني هي، ما تمشيش تلصقي في الخياطه لا. سنتيم ونص. حاجه اخرى نزيدها لكم، شوف سنتيم ونص. سنتيم ونص اللي كتعرفي تخيطي. ايوا صافي خيطي هكذا ودوري معاها. اكشاج ندوزو هنا فوق من الفوق، من الفوق حتى كتخيطي من الفوق. هادي 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 كتعطيك جماليه وكتفيكسي لك هذا الخير هذا. واحد الحاجه اخرى هو انه الثوب الا كان غليظ ما كنخيطش بنفس الغرزه ديال الثوب، الثوب العادي فاش كندير الغرزه كنكبر الغرزه. انا كنخدم بثلاثة ونص، الا كان الثوب غليظ بحال دابا داك الكانيج وداك التخربيق راه كندير حتى ربعه. صافي كنهود خياطه وحده من الفوق حتى لتحت. شكون جا ساهل شكون جا واعر؟ سهل سهل. وضح شويه الدرس ياكو. انتوما انا غير ما درتوش حيت ما كانش عندي الوقت. اما درتيه فين هو؟ وما كي تعاقبتي؟ لا ما شفتو في القاعات. ايه في القاعات. لا خديني من القاعات. القاعات راه ماشي قاعات، ماشي دار القاعات. راه ليك واش واش درتي شي حاجه؟ بقى لينا شوف البنات، بقى لينا هذا، بقى لينا هذا ياك. هذا كنشدو وكنلصقو مع الكتف، كنلصقو مع الكتف. شوف البنات ها كندير ليه بحال هكذا. ها ما تمشيش تشديه هنا لا، ها القنت ديال الكتف ها هنا. وخيطي عرفتي فين؟ ما تمشيش تخيطي عند الخياطه، خيطي داك داك السورجي اللي كيكون شاد هو فين تلصقي هذا. ها وهذا راه كي هذا راه غير تفينا بحال هكذا. تشديه وديري ليه ديك ديال هكذا وعاودي عليه بيديك ياك، ولا عاودي عليه بالماكينه. شوفي انت والطريقه باش بغيتي تفيني هاد السورجي هذا. صافي صافي هذه هي الطريقه ديال الخدمه. وهادشي راه كلشي كيكون ديجا مسورجي. كتبقى لي كانت اللعيبه صراحه كاين اللي كيدير لهاد الطبطين. انا ما كنديرش لا الطبطين كيجي غليظ بزاف. هاد العنق هاد العنق هذا كيديروا ليه الطبطين، كتلصقي معاه الطبطين وباش ملي كتلصقي الطبطين ديال الدار من هنا لهنا باش ملي تقلبي كيجي كسهل كيجي غليظ. هذا شديه ولصقيه، لصقيه بحال هكا ما بقيتيش تلصقيه خليه غير هكذا، ولا شديه غير خدميه بيديك. ايوا جي اختي نشوفوا لك هاد الشيء. ولا صبري صبري نشوفوا انا نيت حيدي ليه. انا يا اختي نصوح انا كنضرب في تماره. يلا بعدوا البنات سيروا حيدوا ليه اليوم باش تبان. ها شكون اللي في الصلايده؟ شحال اللي جبتو؟ 700. عطوها 700 صحتك. شحال البنات هاد؟ راه جا زوينات جوج ونص، متر ونص، متر ونص، متر ونص، متر ونص. وشوفوا هذا ما تقصيهمش، هما هادو شتي؟ اللي بغا اش؟ اللي بغا فيه اليدين جوج، بغا اليدين جوج متر، ولكن تخدمي بديك الطريقه اللي خدمنا بها. صراحه سخني والله الا سخني. خلينا بقاو لينا الجياب، شوف البنات بقاو لينا الجياب ياك. شوفي انت غتخر اصلا ها الجياب هاهما شتيهم؟ ديري الجياب، الجياب يجوك واعرين هاهما الجويبات هاهما شتيهم؟ ديري الجويبات ديري فيهم 21 على 21 تجيك مزيانه. ولصقي واحد هنا ولصقي واحد هنا. وممكن انك ديري ليها سمو الا بغيتي تحزمي عليه. شوف البنات ها كيجي واحد فوق واحد بحال هكذا. احسن ها احسن. وشوفي هي دابا حسب اللبسه وليت بحال البوطه ماشي بويطه صغيره. وليت ني واحد شبات مني وليت بحال البوطه. يلا بصحة وراحة جديدة صحتك. ها خيطي وجيبين نشوفو ان شاء الله. صافي البنات كلشي فهم. يلا السلام عليكم.